وبالنسبة لمقادير الجينجر بريد عندنا 1.5 كوب عسل اسود، 1.5 كوب سكر بني ناعم، 2 معلقة بيكنج سودا، 1.5 كوب زبدة، من حوالي 10.5 كوب دقيق، 1 معلقة جنزبيل مطحون، 1 معلقة قرفة مطحونة، 1 معلقة بهارات مشكلة، 1 معلقة ملح، و3 بيض. أول حاجة نعملها محتاجين نحط العسل والسكر البني على النار، هنحط السكر البني. أنا هعمل مقدارين في نفس الوقت علشان كده أنا حاطة حلتين، وبما أنهم 10.5 كوبايات دقيق فطبعاً العجان مش هياخد غير مقدار واحد، فعملة المقدارين كل واحد لوحده. هنحط العسل الأسود والسكر البني الناعم على النار لحد ما يغلو، ونتأكد ان العسل الاسود ابتدى او السكر بني ابتدى يدوب في العسل الاسود. هنسيب دول هنا، هنحط مقدار الدقيق في العجان والمقدار التاني في العجان التاني، هنحط كل انواع البهارات مع الدقيق، الجنزبيل والقرفة والبهارات المشكلة والملح، ونفس الحكاية في العجان التاني، ملح، القرفة، بهارات مشكلة والجنزبيل. وهنضيف البيض فوقهم، ماسكة في بعض. اوكي، واول ما نحس ان خلاص داب هنحط البيكنج سودا، هنلاقيه ابتدى يعمل رغاوي، وده تفاعل البيكنج سودا مع اللي هي قلوية مع الحمض اللي فيه العسل الاسود. وعندنا دلوقتي الجزء الثاني من العسل الاسود والسكر البني، حطينا عليهم البيكنج سودا زي ما احنا شايفين بيعمل رغاوي، كل الرغاوي دي ثاني اكسيد الكربون. هنحط معاهم الزبده وهنسيب الزبدة تطرى معاهم حاجة بسيطة خالص، وبعدين هنحطهم في العجان مع المقادير اللي حطيناهم فيهم، اللي هم زي ما احنا عملنا مع بعض، حطينا الدقيق، الجنزبيل، القرفة، الملح، البهارات المشكلة والبيض. ودلوقتي نشغل العجان ونبتدي نحط عليه الخليط اللي حضرناه في الحلة، اللي هو عسل اسود، سكر بني ناعم، والزبدة، وكمان طبعا البيكنج سودا اللي حطيناه. الجزء اللي مش هنستعمله دلوقتي على طول نخليه دافي، لان هي لو بردت بيبقى فردها صعب قوي.
هنحاول نفردها لحد ما تبقى بحجم الصينية بتاعتنا.